صالحة وما غمضت عيوني من امبارحة ولا شوفت حبيبي أنا رايحة. خيرية خيرية، إجا معتز. معتز أنو لك هدول قصدهم يعلموا علينا لك عصام، نحن يتعلم علينا. استهدي بالرحمن لك أخي صغيري، إلا ما نعرفه لهذا الواطي شبك. لا حول ولا قوة. المهم هلا شو صار بالأمانة؟ مشي حالة استلموها. كتير منيح، بكره بخبر عمي أبو حاتم. شو قصته هذا الواوي؟ لهلا مو باين خيره من شره. بدي اياك تحط عينك عليه لك عصام. ولا يهمك، بس اليوم دخل واحد على الحارة وقلبي ناقزني منه. من وين؟ شو بعرفني؟ واحد اسمه فيار. منو هذا بقى ليه؟ يا مو خلصونا بقى من هالحكي. خيرية روحي حطي له لقمة عشا لابن عمك. حاضر مرت عمي. بس أنا اللي ما عم بفهمه، فهميني يا أنتي، من إيش خايفة؟ أنا خايفة لأنك بتحب البنات وما بترد لهم طلب، وشو ما بدهم بتعمل لهم. بصراحة بصراحة يا ابن عمي أنا خايفة كتير على مستقبل شريفة. والله هو معك حق، بس تعرفي شو، هذا الموضوع سابق الأوانه. الله يرضى عليكي، لا تحكي هذا الكلام مع شريفة، ما بينفع. خلي لوقتها لما بيجي العريس من الباب نحكي بالموضوع. بتقول إيه بتقول لا، يا فهمت شلون؟ طيب ابن عمي مثل ما بدك. يلا السلام عليكم. الله معك. وينكم يا بنات؟ شريفة مطيعة. تعالوا حبيباتي، تعالوا 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 يا حبيبي، تعالوا تعالوا تعالوا. مثل العادة أنا رايح على القهوة. قولوا لي شو بدكم؟ أنت شو بدك؟ بدي تجيب لي معك هريسة. على عيني هريسة. وأنت شو بدك؟ أنا بدي سلامتك يا بي. لك الله يسلمك. وأنت شو بدك؟ أنا بدي عوامة يا بي. عوامة، أحلى عوامة إلك. وأنت خانو؟ أنا بدي مشط لشعراتي. أحلى مشط إلك. تعال تعال تعال، أنت هات تعطيني بوتك. قول لي شو بدك يا جدع؟ ملضمينة. أحلى ملضمينة لك. ليه لا أنت على هالحكي؟ ولك شو بدهم يقولوا علينا الناس؟ آه شو بدهم يقولوا؟ يقولوا اللي بدهم يقولوه. قاعود ابني وما بنكره. يعني بدك تخرب كل شيء؟ ما بيجوز من الله، ما بيجوز. لك يا أبو زعفي اسمعني منيح. تفضل. يسلموا إيديكي. يلا بسرعة. شو؟ شايف كأنه في بتمك حكي. واللي خلق المخالي مو وقت هالقصة تطلع هلا. يا أبو ظافر في شيء أهم من هيك بكتير، قصة الزعامة بالحارة هلا أهم. هلا شو دخل قصة قاعود بالزعامة؟ شو دخل هي بهي؟ يا أبو ظافر أنت شايف بالحارة شو عم بيصير. الحارة بدها كبيرة، وأنت الكبير هلا ولازم تكون زعيمة. إش كان أنا بدي صير الزعيم؟ لازم يعرفوا مين قاعود، لازم يعرفوا كل اللي صار معي، لأنه هيك بكبر بعيون أهل حارتي وبكبر قدام حالي. ولكوا لي على قامتي، بده يجنني. مساء الخير يا بي. أهلين، مساء الخيرات. يرضى عليك يا بي. وينك لهلا؟ صار لي أكثر من ساعة جاي. كنت نايمة. نايمة كل النهار نايمة. هي نوم العوافي بالبقلب. تقبرني يا بي. ليش صوتكم طالع؟ سألي أمي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واتوب إليه. الله يتقبل يا عمي. إنه منك صالح الأعمال. وديات ابن عمي، لأنت بدك تضلك هيك عايش بالبراري؟ ولي على قلبي والله حموت عليك. شو بدي ساوي لخيرية؟ هذا واجبي، هيك رب العالمين كتب علي. ونعم بالله. تعرفي لخيرية، أنا كل اللي بدي إياه من هالدنيا شغلة واحدة، الله يقوم لي إياكي بالسلامة وتجيبي لي جود وافرح فيه وأكم شو هيك وكجم جو بوسه. هذا اللي بدي اياه من الدنيا كلها. يا رب ترجع لي ابو جود بخير وسلامه يا الله. خيرية، كانه فيك شيء متغير، انت كانك حليانه ما هيك؟
يوه والله خجلتني ابن عمي. اوكي لا خجلتك ولا شيء، قال خجلتني. اه اشربي شاي. فهمتوا علي؟ هيك لازم يصير. لا فايزة، مو راكبة براسي بنوب، مو ظابطة القصة. ايه مظبوط مثل ما قالت هدى. شو بكي انت شعورك براسك؟ ايه عن جد مو طبيعية. شو بكي ليش هيك وشك عامل؟ لك لأنه أنا هيك شايفة صح؟ لا لا ما أنا هيك صح. لكن شو هاتوا لشو فكري بالطريقة اللي نحن قلنا. لك وينكم؟ إجا عصام. أعكم ها أعكم تخربتوا بكلمة مثل ما اتفقنا. خلص لا تخافي. ليك من عمي إجينا. أهلين ابن عمي. أهلين. اسمعي انت وياها وياها بتفوتوا على المطبخ بتفتحوا النملية بتطلعوا كل شي حباشات جايب لكم ياها بتحطوهم بكياس بدي أعطيهم لأخي معتز مشان يطلع فيهم على الجبل. يلا أوام يلا أوام تحركوا. يلا لك يلا ما عندي وقت. يلا يخرب بيتكم. أهلين يا بي. يا بي عمو معتز رجع على الحارة؟ شو ها؟ لا يا بي لا عمو معتز ما رجع على الحارة. أنا هدول الغراض بدي أعطيهم لواحد هو بدي ياخذ لهم. عمو معتز مسافر ما راح يرجع. فوتي نامي يا بي فوتي قولي على لسانك قولي. لك شو صغر معكم؟ ما فيك شيء لطيف. بدي أنا عم بخطبهم بس. ها؟ شو هذا اللي طلع معكم؟ إيه هذا اللي صفيان عنا. لك وين الرطال اللي جايبها؟ لك شو أنا متجوز جيران؟ ابن عمنا شو بدهم يخلدوا؟ هذا صفيان. ما صفيان. لا مو صفيان هدول التين بيضلوا بياكلوا. نحن اللي بدنا نضلوا. لا تحكي تضربوا. اسمعي هدى بتطلعي على الداكونه تبعك بتنزلي كل شيء موجود وانت فايزه بالغزانه درفه اليمينيه كل شيء عندك بتنزليه. استاهل ست لطفيه تحت التخت بتطلعي كل شيء عندك. عم تفهمي؟ ما عندي شيء تحت التخت انا. ما عندك شيء؟ بدي احلف يمين تطلعها. يلا يخرب بيتكم كنتوا تضحكوا علي. لك انا ابو شوكت على سن وربع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زهرة البركة يا أهلين أبو زافر. تفضل تعال. أهلين فيك. أهلينك يا أبو حاتم. لك أهلين وسهلين. مثل حالي بمرق لعندك وبنحكي لنا كلمتين. هات أشوف خير إن شاء الله. عم قول لحالي برقدة منخلي الشباب يطلعوا دورية بالحارة. بس منه أبو جودات ما عم يعمل شيء. إي ما بدك أبو زافر. مثل ما قلت أنت لعب ولاد. ايوه هي الشغله لعب ولاد بس لازم نعرف مين هذا الولد وليش عم يلعب فينا. لا تخاف ابو ظافر نحن رح نعرفه رح نعرفه. طيب شو رايك نتشاور نحن وابو قاسم والشيخ عبد العليم؟ ايه ليش لا نتشاور بس مثل ما قلت حضرتك ما لها طعمه ولا لون فاضيه. ماشي جيب لي شاي عصير. عنك يا مو هاتي عنك. تقبرني دول برغل وسكر وشاي. الله يسلم هديات يا مو دلال. نعم يا مو. يا مو شو صار بالجبنات والمكدوسات؟ ليكن جاهزين يا مو. الله وكيلك ما في داعي ليش عم تعذبي حالك. تقبرني لو بقدر اعطيك ضي عيوني انت والرجال اللي معك ما بيكفي يا مو. يا مو انا اذا ما رجعت بدي وصيك لا تزعلي علي. ارفعي راسك فيني يا مو. ارفعي راسك فيني كوميات. شو؟ تقبرني لا تحكي هيك يا مو. وحيد الشر عن قلبك. ان شاء الله بترجع وبتفرح باولادك يا حق. الله يخلي لي اياك. يا مو. يا مو بشو حط الجبنات؟ كيس ولا بسك جلد؟ لك يا مو الجبنة بتنحط بسك جلد. دلال شغلي لي عقلك شوي حطيهم بالتنكة الصغيرة ليكا ورا الباب. ايه ايه على عيني يا مو.
يا خيريه ناوليني هالكيس من الرف الثاني الله يرضى عليكي. عجلي شوي. تفضلي مرت عمي. هاتي حبيبتي هدول شويه زهورات وبابونج ومليسه، والمره الجايه ان شاء الله يا مو دبر لك اواعي لكل الرجال. كتر خيرك يا مو. خير الله يا مو. مرت عمي ما بينحطوا معنا بعلبه التنك؟ لك يا لطيف ما بتعرفوا تعملوا شيء بدوني، روحي من وشي. حركي يلا يلا. فوت اخي فوت. هيك اخي جبت لك شويه حبشات بزورات امر الدين خشاف هيك عشان تتسلى انت والشباب. ليش كل هذا لك اخي؟ ليش كل هذا؟ لك هذا واجبنا ولو هات هات نفسك لنساعدك. الله يعينك على هالحمله نفسك. الله يسلمك اياك. يا جماعة ماني عرفان حالي شو بدي ساوي. روح لعند عمي أبو حاتم ولا أجله؟ لا وخص نص بعد الفنط اللي صار اليوم خربط لي دوزان علي. شبك لك عبدو؟ بيتك جاهز ومناصبتك هلا هو من حيث إنه جاهز جاهز، بس لسه الحكي بسرك ناقصني توالي كم غرض، شغلة طنجرة سجادة من قريبه يعني هيك شيء. روح عبدو روح جيبهم وريح راسك عشان وقت ما تحكي معه بالموضوع تحكي بعينوي. خاطر عم يحكي مدوزان لازم البيت يكون جاهز. اوعى 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 تطلع بالخجله مع بيت احمد. اوعى هدول بيستنوك على الشعره وش قاد يتجوز ولا تسال حكي. مزبوط ما حلوه تطلع بالخجله قدام بيت احمد. لا لا اعوذ بالله كل شيء بالخجله. خلصنا راح روح لعند عمي ابو حاتم مثل ما قال خاطر بعين قويه ما في كلام. لا لا ربا عبدو تعال شو بتعمل. يلا معلمي جاي جاي. عن اذنكم شباب تعال محروس. يلا جيتا مرني معلمي. شبك نازل لي وتوتي مع الشباب وتارك شغلك؟ مو عاجبني وضعك باليومين لك عبدو. قلي لك ابني بدك شي لازمك شي احكي. الله يسلمك معلم. لا والله ما في شي، بس هيك يعني كنت عم دردش مع الشباب. ايه بس مو من عوايدك تقعد تحكي مع الزباين بوقت الشغل. قلي لك ابني بدك شي لازمك شي قلي لك. انا مثل والدك. كتر خيرك معلم انت ما بتقصر، بس ما ناقصني شي الحمد لله كله تمام التمام. ايه خلص روح على شغلك الله يعطيك العافيه. على راسي وانا بشيل وانا بشيل. شبك لك عاصم؟ عبد ابو قاسم الفرن عم يحترق. عم يا ابو قاسم يا لطيف يا بشيل الفرن عم يحترق. يا بشيل لعمة يا لطيف. ايش عم تحكي انت؟ يا شباب خرب بيتي. والله بشير يا الله بيتعوض بيتعوض. صلي على النبي يا ابو حسن. والله لك سهر نحن معك. صلي على النبي. والله بيتعوض والله بيتعوض. شو المصيبة هاي؟ لك شو حلتها يا رجال؟ مو بس مصيبة بشير، هاي هاي مصيبة الحارة. فرن الحارة هاد يا جماعة هاي في وراها ملعوب كبير. انا قلت لك نمشي دوليات وانت ما رضيت يا ابو حاتي. الله يهديك ويصلحها. شفت شو صار؟ شرفوا على المضافة لنحل المشكلة. تفضلوا تفضلوا. شو يعني خلصت الحريقة؟ وهذا السطر وين نروح فيه؟ احترامي سيدي. أهلين. شبك شبك ما نشوف فايتة ببعضها؟ سيدي احترق فرن بشير. شو هالحكي؟ طفوه طفوه للحارة سيدي. نعم منيح خلصنا لك.
شو سيدي يعني ما رح نروح نساوي تحقيق؟ لا. طب ليش؟ لك بني آدم؟ تتدخل بشغلي ولك؟ العفو منك سيدي والله ما بقصد هيك يعني. مرة تانية بتجاوبني لسانك بقصه فهمان؟ فهمان سيدي. نلع نلع ساوي لي بريشة جديد. حاضر سيدي. هذا اللي صار. قولي على قابتي ان شاء الله، قولي على طول راح رزقك يا ابو بشير. قلي لك امي شلون احترق واحد ابن حرام واطر بس ما ابسكب ايدي. بس الهي الهي لا يوجه له الخير مين ما كان يكون عامل هالعمله. الحمد لله اللي انت ما صار لك شيء ابن عمي. ان شاء الله ربي يحرق قلبه على حاله مثل ما حرق قلبي على الفرن. ما تاكلي هم يا امو، كل شيء بيتعوض. جميله طلع لفوق على النصيه حاطط فيها كم لوح خشب. نزليهم لبين ما اكون انا بدلت ثيابي. امرك ابن عمي. لوين رايح لك ابني؟ بدي اروح زبط الفرن يا عمي. هلا بهالليل؟ ايه يا عمي هلا، واليوم قبل بكره من كل بد الحاره بكره الصبح بدها تفيق تلاقي خبز مشان تاكل. يا جماعه الخير، طرلت راس الخروف وحرقت الفرن، هي عملتين بايد وحده، بايد وحده عم يبظافي. ابو شوكات هذا هو الكلام المزبوط. وهذا الواطي قاصد حاره الضبع كلها من كبيره لصغيره. اللي عامل هاي العملة يا فايت من برات الحارة وملاقي له شي درخوشة وعم يغافل أبو فارس، يا من جوات الحارة. وأبصر أبصر بكرة وين رح تكون عملته. أبصر أنا برأيي خلي الشباب تحرس الحارة بدخلاتها وزواريبها، لأنه أبو فارس ما رح يضل طول الوقت على الباب. أنا هذا الحكي قلته لأبو حاتم قبل حرق الفرن وما رد علي. إيه بس هيك ما استفدنا شي يا رجال. ليش خالي؟ هيك الواطي رح يحس علينا، نحن لازم نمسكه مسك اليد. هو عم يعمل عملته. لك هذا غريم الحارة كلها يا رجال، غريم الحارة كلها. بهي معك حق فيها خالي، بس شو العمل يا رجال؟ العمل مبين يا أبو قاسي، بنخلي الشباب يعملوا دورية بالليل ويعملوا لهم كم لفة، وبالنهار بنحط حارس على الباب بشوف مين فايت ومين طالع. هذا الحكي ما بيجوز أبو ظافر. ليش ما بيجوز؟ في حريم فايتة وطالعة، حلو يوقفوا الحريم يا أبو ظافر. الله يسامحك على الحكي يا أبو قاسي، أنا عم بقول يوقف الحريم خسا، أنا عم بقول بيوقف الرجال اللي فايتين وطالعين. وإش كان هذا الرأي ما عجبكم نحكي مع أبو جودات يحط درك على باب الحارة. لا يا أبو ظافر هاي ما حبيتها منك منو؟ بدك الدرك يوقفوا على باب حارتنا ويبصبصوا على الحريم؟ عيونهم تشيلها. لا تضوج أبو حاتم، روق وصلي على النبي. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. أنا عم بحكي هيك مشان نتشاور ونلاقي حل لهالقصة، مع أني على يقين أنه اللي عملها واحد واطي من هالحارة. مثل ما بيقول المثل ما بيحب جلدك غير ضفرك. أنا قلت لك قبل هلا أنه يطلعوا الشباب دورية وأنت مرضي، وقلت كمان أنه أبو جودة يحط دركي على الباب كمان مرضي. حيرتني يا أبو حاتم والله حيرتني، مع أني أنا فهمان عليك. ها أنا مثلك كنت مفكر الموضوع شغلة عي وولدني. المهم نحن نلاقي حل ونتفق عليه كله يا رب. ايوه وان شاء الله ما حدا تأذى بهالحريقه. لا والله ما حدا تأذى. دخلك كيف صارت ابو بدر؟ شو بعرفني انا بشو وانت بشو يا فوزيه؟ انا بقى الدنيا اللي كسرت لي ظهري وانت بحريق الفرن. شو بك عم تعيط علي؟ شو بك عم تعيط علي؟ ما صار شيء، ما عم عيط عليكي، بس عم اقول لك انه هيك صار فينا. ايه خلاص خلاص. طيب. خلاص انصرف. شو صار معك انت؟ أنا بكرة بدي أطلع على دومة. على حد علمي على النبي. لكي على فوزية على دومة على دومة. كم مرة صار أقول لك بدي أروح على دومة؟ لسه ترحشيني على النبي؟ شو بدي أخذني على النبي؟ لا تواخذنا، لا تواخذنا أخي، لا تواخذنا تاج راسي. بدي أروح أتأكد إذا كان هو ولا لا. أيوة، وإذا طلع السند مزبوط. والله السند طلع مزبوط يا فوزية، هيك أخذ لي الشيخ عبد العليم، قال لي السند مزبوط. قولي على قامتي ان شاء الله، يعني الرجال اذا طلع صادق بدنا ننطق ال 200 ورقه؟ ايه والله يا فوزيه بدنا ننطق ال 200 ليره، بس منين بدي اجيب 200 ليره؟ والله ماني عارفه منين بدي اجيبهم، 200 ليره هدول يا فوزيه 200 ليره، لا ليره ولا ليرتين. الله يرحمك ويسامحك ويغفر لك يا ابي، حدا بيتدين 200 ليره، كنت تدين لك ليره ليرتين. ايش بيعرفني؟ روح اساله. لا جيبي جهد ابيتي. ليش هيك عم تعيط علي؟ ليش هيك عم تعيط علي؟ بعدين حاجتك رايح جاي رايح جاي عم تخفي، حط هالكسر الصفرة خلينا نتسمم ونتكورات. نسيان شغلي. شو نسيان؟ الخبز. ايه فوت جيب من النملية. لا نسيت جيب خبز. شو؟ مو احترق الفرن؟
هذا الواطي عم يعلم على الحارة، بس بإذن الله ما راح ينال اللي بده اياه. واطي؟ أنا واطي؟ لك بقص ايدي من هون اذا مو الفرنساوية ورا القصة. لك شو بشير؟ شو دخل الفرنساوي؟ لك هذا واحد ندل خسيس. شلون شو دخل الفرنساوي؟ ابو جودات وينه؟ وينه؟ ما لازم يكون هون؟ مظبوط. ابو جودات ما بقى؟ لك بالعادة بكون أول واحد هون. يا الله. يا عيني عليكم يا رجال. ها؟ ما انت خاطر؟ أنا مالك أنا مالك. نزل 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 عبد بشير. هيك سيد وين؟ زنقصك كمان لعيونك. لا شو ينقصني؟ خير الله كثير. خير شوي. يلا أصلا أنا كيسان بكفوني. نزل نزل. يلا. والله يا شباب. شباب العمارة وباب الجابية ما قصروا بالمرة. يا سيدي ومن باب تو ما شدنا أربع أكياس كمان. الله محيي أهل الشام كلها. لك هاي الشام ما بتجوع عمي. بإذن الله. شو ناوي هلا أبو الحسن؟ لك هلا عندي كم دف بمشي حالي فيهم، وبكره بروح لعند النجار بوصي على غيره. انا برايي تروح ترتاح اليوم المساء بالبيت. خاطر شو عم تحكي؟ شلون يعني بدي ارتاح؟ الناس بدها تاكل خبز بكره. ايه والله معك حق يا بشير. ضل عاونك. شو تعاوني؟ اصلا لا بتعرف لا تخبز ولا تعجن. هلا هذا اللي طلع معك بس مو الحق عليك، الحق على اللي سالك. روق روق ابو صبيح. ما بتعرف تزقه لجوا؟ لك اي دخل على الله. يلا وامشي. يلا على مهلك. يلا انا ابو شوكه. انا حاجتي متجوز ثلاثه اخي. ايدك معي خلصنا. والله خالص انا ايدك معي. لا حول ولا قوه الا بالله. الله يسلم ايديك ويكسر ايدي للي حرق الفرن. ان شاء الله وقعته قريبه. ان شاء الله. الهي ابن عمي بدي اقول لك شغله. خير ان شاء الله. كل خير. اليوم اجت لعندي ام عصام وقال بدها تجيب لي شك وخرز مشان نشتغل ونقدم معونه للفقره ولطلاب العلم. لك الله يبارك فيكي وفيها. يعني انت موافق اني اشتغل ابن عمي؟ لكن وكمان البنات لازم يشتغلوا لانه هاي الشغله فيها اجر وثواب. يلا. ورح تقول لكل نسوان الحاره كمان. لا لا لا. ليش لا ابن عمي؟ لا ما بدنا نقول لنسوان الحارة لأنه منكون بشي بنصير بشي. بعدين نسوان الحارة في منهم ما بدهم يشتغلوا وفي منهم ما بيطلع بإيدهم. والله معك حق يا أبو حاتم، في نسوان كتير بالحارة ما بتحب تشتغل. إيه مشان هيك بكرة الصبح بتروحي لعند أم عصام وبتهدي لها لا تقول لحدا غير للي بتعرفهم منيح وبتوثق فيهم. شو سمعتي؟ خلاص بكرة من الصبح بروح لعندها وبخبرها. ما في كاس؟ شلون يعني ما في كاس؟ ابن عمي والله اجينا لشغل لك البابور لان الكاس خالص. خالص؟ ما تخبروني انه خلص بعد تشوفكم خيره. ابن عمي البابور كان فيه كاس بس لما علقنا على الطبخه وخلصت هي لطفيه نسيته شاعي. شاعي ان شاء الله بتشعلي بنار جهنم انت وياك. لا لا ابن عمي هي كسامي انا ما بخلي. هدى اخذت الكاس العجيب اللي علقناه ما مقطوعه. لك ان شاء الله بتتقطعي. ان شاء الله بتتقطعوا انتوا اثنين. لك يخرب بيتكم كن جننوني. يعني ما في مستخدم وانا هلا شلون بدي اتحمم يا بنت الابو نارا؟ طول بالك ابن عمي تقبر قلبي ان شاء الله. انا عندي حل. هلا بروح عند جارتنا ام مرزوق واستعار منا شويه كاز وبسخن لك مي. يعني بدنا نشحد؟ يعني انا ابو شوكت اخر زماني بدنا نشحد من بيت ابو مرزوق؟ شوفي انت وياها انا رح لكم شو حيصير. انا نازل اتحمم مي بارده مشان تجيني السكته وموت ويقولوا الناس عصام ابن ابو عصام مات من السكته من ورا نسوانه. الله لا يوفقكم. انا افرجيكم شو بصير. نحزن كله منك. يخرب بيتك. يخرب بيتك. خلاص انتوا بتتدين على الله لا يوفقكم. ما بينسكت عليه ابدا. لا تركلي هم الا ما نعرف مين هو ونمسكه. الحاره سايبه ابن عمي صار لازم تجتمع مع الكباريه وتحكم شان الزعامه. عم حركها انا ام صافي عم حركها. بس قصه الزعامه مو لعبه بدها شغل متقه وعلى اصوله. ايه ما بينخاف عليك ابن عمي. ايه والله ما بينخاف عليك منو. ايه واللي خلق المخالي اللي عملته بحلا 20 قبضاي ما بيعملوا. واللي خلق المخاليق اللي عملتيه انت كمان ما بينتسى. كنتي اخت رجال جدعه وقبضاي. بس شغله الزعامه بدها شغل كثير ام صافر. مشان هيك ابن عمي عم بقول هلا الزعامه اذا شغلت. خلصيني ام صافر لاني منهنه وبدي ريح انا. ابو صافر والله انا ما بدي ازعجك بس اليوم بورا مرته لسعيد اجت لعندي. ايه
ومن كلمة لكلمة ومن قصة لقصة دريت منها إنه جوزها عطال بطال وما عم بيشتغل. المعنى يعني عم بقول إذا بتسندوا لهالرجال شوي لبين ما يلاقي شغل بيكون كتير منيح. ماشي، بكرة بعتله خبر وبشوفه. هذا خطي آدمي وعواطلي وعنده عيلة. إيه مو بس مشان هيك، بكرة بس تدرى الحارة إنك ساعدته وإنك عطيته بتصير الزعامة كتير. خلصيني مظافر، عمل لك مدهنة وبدي نام. تصبح على خير. وانتي من عيلته. لك عمل لك اعطيني مصاري. اعطيني مصاري. شوفي بينك وبينه. ها ارمي خنجرك بالارض. شوف شوفي اللي معه ليرة من 3 أشهر، وكل ما طالبته عم يقول لي معي وما معي. لك مش هالليرة يا أبو باسم، عم ترفعوا خناجر تربوش بعض وانتوا ولاد حارة واحدة. لك يا عيب الشوم عليكم، يا عيب الشوم عليكم. عقيد فضل لي يا هسيرة بقى. سيك ما باخذ. سيك ما باخذ. سيك عم بقول لك. وانت الله يرضى عليك أخي، منيتي على حالي. لما بصير معك بترجع لي إياها، وإذا ما صار معك مسامح. حقك عقيد وكتر خيرك. يلا شوف وش شهر بعد. يلا يلا هيك بدي اياك يا ابو قاسي. وانت يا ابو اسحر عيب عليكم عيب. ويا ويلو يا ويلو يا سواد ديلو، اذا بشوف حدا من حارته ابو النار عم يرفع سلاح بوشه من حارته او مش حدا من اهل بلده. عم تفهموا علي؟ يلا شوف يلا كمين على شغله. يلا يلا. والله معه حق اخي ابو حاتم، مو ضروري كل نسوان الحاره تعرف. معلوم يا ام عصام، وخلينا هلا نشتغل على قدنا انا وانتي وفريال ونسوان عصام وام بشير وبس. وانتي قلتيها، وهلا مندور عليهم وحده وحده ومخبره، وبكره منروح على السوق ومنجيب الشغل. كثير هيك منيح ان شاء الله. ام عصام شو رايك نقلها لام زافه؟ ام زافه لا، خلينا ناجلها هلا شوي. قلتك خليها لبعدين. يلا لكن انا رايحه هلا لعند فريال، وانا حدك ملايتي وروح لعند ام بشير. بريالي بريالي اخي وينك؟ لا كبير ولا شيء، قصه راس الخروف صغيره ولادتي وما لها طعمه ولعب اولاد. اما قصه حرق الفرن يا اخي عم دورها براسي ما عم بتدور. ما خرطت مشطي. يعني معقوله يصير هيك شيء بيوم؟ معقوله؟ ايش مو معقوله؟ 60 معقوله كمان. يعني معقوله يصير هالشيء هذا؟ مو مقصوده. لك يا فهيم، انا معك انه قصه راس الخروف بجوز تكون مقصوده، اما قصه حرق الفرن قلت لك ما خرطت مشطي منو. بعدين اليوم انا رح زور بنتي وشوف عصابه وافهم منه شو القصه. السلام عليكم. هلك ايه؟ الله لك عن جاب الغلا. ما قلتي لي شو رايك؟ هلا منكل عقلك بدك تعلمي نسوان الحاره القرايه والكتيبه لك شريفه؟ شو فيها يعني؟ خليهم يتعلموا، مو احسن ما يضلوا قاعدين بالبيت لا شغله ولا عمي عيلته عجن؟ هلا بهي معك حق، بس بكي هن ما رضوا. وليش لحتى ما يرضوا؟ بعدين انا بعمل اللي علي وبخبرهم وهن يصطفلوا. ايه صدقيني رح تعذبي حالك على الفاضي. ها شكلي قاسي يا مضياء، يلي بدها تتعلم القراية والكتيبة رح تتعلم، ويلي ما بدها ما رح اجبرها. يعني بس اما سمع شلون خطرت على بالك هالقصة؟ ولك يا اختي، قلتي بيتعلم يفكوا الحرف ومنه بيساعدوني بولادهم شوي بالبيت، وبعدين بينوبني اجر وثواب. ايه الله يجزيك الخير، بس انا نبهتك ها تصطفلي. يا مو نعمة مين اللي على الباب؟ يا مو هذا قاعد جايب اللحمة. خليه يفوت. ليه بهية تفوتي لجوا؟ حاضر. لك كيفك ولا قاعد؟ الحمد لله خالتي منيح منيح.
عم تفتح لي عيونك ومخك بالبايكه؟ عم فتحهم. ايه منيح. نعمه حطي شوفي اكل من امبارح لقاعود مشان ياخذهم معه. كتر خيرك خالتي، انا اكلت. هدول مشان تفتح لي مخك وتدير بالك على معلمك ظافر، وعاك تخليه يشتغل شيء. ايه دير بالك. لك يلا نعمه ولي على قامتي، شو قلبك بارد؟ يا لك لطفيه، شو هالحكي؟ شلون بدك يعني اترك بيتي واجي اسكن معي؟ ما سمعت اللي صار بالحاره يا مو؟ لك سمعت، شلون ما سمعت يعني؟ ايه طيب شلون بدك تضلي بالبيت لحالك؟ ما عم بفهم. خلصنا لطفيه، خلصنا، الله يرضى عليكي، بيتي هذا ابري وما بطلع منه لو شو ما صار. يا مو والله خفت عليك كثير امبارح، ما صدقت امتى طلع الصبح لحتى اجي لعندك. لا تخافي ولا تهكلي هم، غير اللي كاتبه رب العالمين ما بصير. اي والله. ليكي اذا بدك تضلي عم تنقي برجعك لبيت جوزك. ها لا لا ايوه خلاص، روحي حطي لنا الدوله على النار، ما شربت لهلا. يلا يلا يا عمو يلا. تعالي ستي قولي لي شو اخر الاخبار. يي يي كمان. ايه قولي. يا 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 ايه ايه بالمرسال. لك شو مرسال وما مرسال؟ جاي تربش نارك علينا؟ لك يخرب بيتك اذا كان كلامك مظبوط. روح الله وكيلك ظلم ظلم يا عقيد. لك خلنا نحطوه بالمرسال تبع المجانين ظلم. روح. لك صحيح انت ام خالتي، بس من يوم يقول عنك انه لابسك جني. لك يا ام خالتي طولي بالك شوي، يعني بدك يعني فوت على الحبس احسن. لك شو عامل؟ لك شو عامل؟ والله ما عملت شيء، مديت ايدي هيك للقصة. لك صرعت ولا؟ حمار. لك مين الحمار؟ مو انتوا، انا. لك انت حمار ولا مجنون؟ لا حمار عقيد، سرقت حمار. سرقت حمار؟ ايه والله تعبت من حمل البسطة. روح عقيد. هذا جاي لعنا وعينه على دوابنا. لا والله العظيم مو صحيح حكي يا عقيد، انت بتركب حد وقت الحمير شيء. لك احسن لك لما نحط حد ولا كل الدواب ولا وينها؟ لحط لك حد وقت ليبي مقامها. بدي روح حد وقت بيصاريه. بدي روح بدي هوافرك. مش على الله تركني عقيد، على حب الله تركني. ابو الحكم حملي الشيخ الاحمر. بدي يا سير احمر مثل الجبل فوق. استر عرضك عقيد مثل ما قلت لك عمي ابو ماهر، ما بتسف منه سقف معلقه وحده وان شاء الله بيمشي الحال. ان شاء الله بصير خير. ايه دعينا. مع السلامه. واوي الله يبارك فيك. شكرا. بيتي يا كريم. كيفك واوي؟ من العسل على الرغيف. اي حريق حريشك معلم؟ بمعيتك في عنا حيط مشقق على الاسطوح، بدنا نساويه. عندك بالبيت؟ ايه عندي بالبيت. ايه حد عيونها. ايه امتى؟ امتى ما بدها؟ بعد العصر منيح؟ كثير منيح. اتكلنا على الله. اتكلنا على الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. علي شيخ فهمي. شو الريحة؟ ريحة شو؟ هذا الواوي معاه؟ ايه اهلين شيخ فهمي. لك اهلين، شو بدك تحليله عصام؟ ايه بدي احليله. جرمه وحليله. الله يسامحك يا شيخ، عم تحكي شيخ فهمي. لك عم نمزح، ما عاد حدا يتحمل مزحه. ايه بركاتك شيخ، تعال معي كاسه شاي. يلا. وصلت موصيلك للضمانه. طيلس يا عقيد، طيلسي. والله شغل عقيد، الله وكيلك شغل. ودخيل اسمه الله من فوق بعت لي واحد من الضمانه اسمه ابو احمد مخلوعه من الغوطه. ايه وبعدين؟ طوال النهار يا عقيد الله وكيلك نجيب هالجوزات ونعبي بكياس الخيش هيك لاخر النهار، واخر النهار ناكل لقمه وندفس مثل الدوام. لك وصلني للحمار. مع جوازات الضوء ساعدوا انا بتحميل الكياس الخيش على الطنبور، وكنا ننزل انا وياه على سؤلان مشان يبيع لتجار الجمله وياخذني معه. لك بدك تضل عم تلوف هيك؟ بدك تعطيني من الاخر ولا لا؟ ما بعطيك. لك اعطيني من الاخر. بدك الحاصله؟ احكي بدي الحاصله. لك شو بدي؟ من الاخر الاخر؟ من الاخر. كنت على الطنبور وهو نايم. لك فاتني سرعت بس الحمار؟ ايه الحمار كان مربوط الطنبور. ورزق كان على الطنبور؟ سبع شوالات خيش، كل كيس خيش قلم احمر.
الله وكيلك اخذت الطنبور مع الحمار مع الجوزات وبعتهم كلهم الشلفه، قلت باخذ لي قرشين. الله يوفقك على العبلي. اي والله الله يوفقني، الله ياخذني لعنده كمان، شو بدي اسوي؟ قلت بفتح دكان وبسترزق منه. بدك تسترزق من مال الحرام؟ لك ايه الله يبعث لي 12 سوا، نار وبارود وهواء، وصياح ونياح وغز رماح، وفالج وعمى وكرساح، وفرودين وغضب والدين، منيح هيك؟ لك الله لا يوفقك. الله يوفقك على هالدعوة. انت دخيلك يا عقيل. لك اي انت انت دخيلك يا عقيل. شو اللي وصلك على البرسان ده؟ لك علي خسر خالة المجانين. ايه. شو جاي اخذ الطنبور بالحمار بالرزه قلت ببيعه. الله من فوق دخيل اسمه. جاب لي واحد اخذهم اشي لفه واشني معهم. لك شلون هي بقى؟ طلع تحري. تحري؟ لك ايه تحري؟ هيك انا قدام امي طلع بسوق الهان قال لي تعال هون لك ايه؟ تعال هون عرف اسمي لانه ايه؟ قال لي انت يا نصاب يا محتال يا حرامي امشي معي امشي معي شو بدي اعمل؟ شو بدي اعمل؟ قمت عملت مجنون مشان انفذ من حبس الداخليه. ليش كنت بالحبس بالاول؟ لك قصه قديمه شو بدي اقول لك؟ لا سيدي لك الله من فوق دخيل اسمه بيحب المجانين لكان زبطتي يا خال اطلع يا خال اطلع يا خال زبطتي يا خال حد ما بعرف هلا طلع ابو بدر على النبك ليشوف المختار ويتاكد انه الرجال هو ذاته. دخلك بدي اسالك، شو معكم من ال 200 ليره اذا طلع الدين مزبوط؟ شو معنا من ال 200 ليره؟ يا حسرتي، شمال امزكي انت بتعرفي البيرو غطا؟ اضرب اضرب عليكم، منين اجتكم هالمصيبه منين؟ شو بيعرفني؟ قال 200 ليره قال، ولي على قامتك ولي على قامتك يا فوز. لك حاجه تنقي حرقتي قلبي، قومي عملي لنا فنجان قهوه، ولا اقول لك عملي لي كاسه شراب التوت حتى روق دمي. تكرمي امزكي تكرمي، بس ادعي لي الله يفرج علينا. يا رب يفرج عليكي وعلينا. يو 200 ليره دي؟ لك اذا نزلنا ابو بدر على السوق لنبيعه ايه ما بيجيب 200 ليره يا حصرتي؟